عدد المتحانين هو 136 محبوس وهم أتلف صدري أن من بين هذه 136 هناك محبوسين قد قضيا فترة عقوبتهما وعادا من حالة الحرية لأجل اجتياز هذا الامتحان المصيري. طبيعة الحال كان العمل أطيلت فترة سنة كاملة من دروس دعم ومراجعة جماعية وتوفير جميع الكتب البيداغوجية والحوليات إلى جانب المساعدة النفسية التي قام بها أطفال مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية متمثلة في الأخصائيين النفسيين. إن شاء الله للوزرائنا الكرام النجاح والتوفيق، وهذا جهد نتمينه ونحن مستمرين فيه منذ بدء الإصلاح في قطاع العدالة في شق المتعلق بإدارة السجون وعائلة الدماج. طيبين محمد ضابط رئيسي رئيس مصلحة أهالي دماج، على غرار باقي المؤسسات العقابية المعتمدة كمراكز إجراء الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادة البكالوريا، كما شاهدتم اليوم انطلق بمؤسستنا امتحان شهادة البكالوريا دور جوان 2023، حيث كان عدد المتحنين 136 محبوس، منهم اثنين أفرج عنهم جاءوا يمتحنوا اليوم امتحان شهادة البكالوريا. أما بما يخص التحضيرات الخاصة، هي على مدار السنة منذ بداية التسجيلات كان فيه دروس دعم، كان فيه توفير أساتذة من الطلبة المساجين، وكان قبل بداية الامتحان حوالي شهر كان فيه تحضير نفسي، وكان فيه برنامج دراسي وترفيهي متنوع على مدار السنة. بمديرية العامة لإدارة السجون كل الإمكانيات للسير الحسن لامتحانات البكالوريا لسنة 2023، ونوه بالتنظيم الجيد والمحكم لهذه الامتحانات التي أشرفنا على انطلاقها في ظروف جيدة. بلغ عدد الممتحنين النزلاء 136 ممتحن، وفق الله الجميع.